حضرتك في أرض حاليا بتمر بفترة من فترات الحضيض الشمسي، انخفاض نسب البقع الشمسية على سطح الشمس بيترتب عليه مباشرة ضعف المجال المغناطيسي للأرض. اختبار حضرتك المجال المغناطيسي هو المفروض أن يحمي الأرض من الأشعة الكونية كوزميك ريز. هذه الأشعة الكونية بسبب ضعف المجال المغناطيسي للأرض بتتسرب وبتتقل إلى الأرض، بتأثر على الطبقات الجيولوجية للأرض، بيأثر على نشاط الصحارى ونشاط الزلازل والبراكين. لابد إن إحنا نضع في الاعتبار هذه الجزئية، بعكس ما يصاغ الآن عبر وسائل الإعلام المختلفة من ظاهرة الاحتباس الحراري. وهو إحنا حاليا في فترة، نحن الآن نمر في الفترة أو في الدورة الشمسية رقم 25، ودي فترة ضعيفة جدا نتج عنها ضعف المجال المغناطيسي للأرض. اختبار حضرتك هناك سبب آخر، إن الصفيحة العربية أو الصفيحة التكتونية العربية بتتحرك وبتضغط على الصفيحة الأوراسية، وده زود برضه من طبع الأناضول بحوالي 5 متر. خدت بال حضرتك الضغط الهائل ده ولد هذا الزلزال العنيف. الزلزال ما حدث حتى الآن هو يعني تفريغ للقوة بنسبة 70% فقط. النسب المتبقية عبارة عن هزات ارتدادية مستمرة معانا عدة أيام بل وأسابيع.